الرحمن خارق تقريبا حسب احصائيات وفقها ما يقارب من 250 الى 300 طالب بين محكوم وموصول محرومين طبعا من الوصف التعليمي. وهناك اجراءات تطول على اساس قيد الطفل او الطالب حصل حقه التعليم داخل المحبس، ولكن انا طبعا من واقع تجربه عن المسجون طريق طويل على اساس انه طالب او محكوم او مسجون انه يحصل فرصته في التعليم. شو يمكن علينا احنا فعلا في حق المعتقلين سواء كانوا اطفال كبار طلبة جامعيين أو كبار؟ هناك عدة نقاط، ألا وهي نوثق دائما يعني خلال الزيارات لو كان الأولاد أو المساجين المحمولين نتاخذ منهم بعض المعلومات، التواصل مع المنظمات الحقوقية، لا نأكل أبدا، خلى التواصل مع المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية يكون يعني مستمر دائما. الكتابة عن معاناة أبنائي المعتقلين، ما تنهى عن المعتقلين المحكومين والموقوفين، طبعا الاعتقالات ما أظن نسمع يوميا بالعشرات تقريبا ساعات من الشوارع من البيوت من الحمامات يعني الى الان هذا الشيء مستمر. بعيد عليكم اللي هي التعريف الحقوقي حسب اتفاقيه الامم المتحده، اتفاقيه حقوق الطفل الا وهي اللي قال عليها دوله البحرين في عمره في النهايه سنه 92. الطفل يعرف كل إنسان، كل إنسان يقل عمره عن 18 عام، أي تعريف عالي معترف ومرفوض. وهناك حقوق حق الطفل، طبعاً أعيد إلى المادة 37 من هذه الاتفاقية الأولى، أن لا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من طرق المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن لدى القيام بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة دون وجود إمكانية للإقبال عليها. من الفقرة الأولى لا يحرم أي طفل من حريته بصورة قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجري اعتقاله واعتزازه أو سجنه وفقا للقانون، ولا يجوز ممارسته إلا بملجا ولا قصرة في فترة زمنية ولا صفر. طبعا هذا خلاف اللي قاعد يحصل في البحرين، عندنا كم عائلة من الأطفال، هناك جهات تحملهم على عدم الاعتقال، حق المعتقل أو المسجون أنه يلتقي بمحامي، أثناء التحقيق، وهذا ما أشوفه. أكبر مثال الحين هو الشيخ حسن عيسى قبل أسبوع أو أسبوعين لما تقالب، لم يلتقي محامي إلا الحين عضو ضمان تم التحقيق معه في النيابة وتم توقيفه، الآن عبر أسبوع أو أسبوعين التقى محامي لمدة 3 دقائق فقط، هلا هو سيد حسن العلوي صرح أولا مع المعتقل أنه التقى لمدة 3 دقائق فقط. هذه مثال يعني من الحالات اللي تمر، شيخ حسن عيسى مثال واحد، هناك حالات كثيرة 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 لا ما يحصلون فرصة انهم يلتقون لا محامي ولا يلتقون الى اي، طبعا حسب القانون في البحرين 48 ساعة تحقيق وبعدين يحول الى النيابة، واذا كان في قانون عقاب يحق النيابة او للتحقيق المهني حق المعتقد أسبوع ويمد التحقيق. هذه بعض الأشياء، احنا يعني في نقاط من
الثقافية تتابع المعارضة هذه. الضغط الحالي الحين الأخوة من أبناء المحليين طلبة جامعيين أو صغار أو شو اسمه، يعني محل الأغاني اللي دائما يتكلمون عنهم في وسائل التواصل الاجتماعي، يكتبون عنهم مطالبات. بالأمس أو أول أمس كان في عمود كان ساكنين في الضغط، يعني ظاهر أن موضوع الطلبة الإعلامية أحد حيز إعلامي كبير أو طلبة أفضل الطلبة الذين لم يحصلوا حقهم في التعليم، أحد حيز إعلامي كبير في الإعلام. أول أمس كان في واحد من العميلة قاعد ينتقد هذا الشيء، أعطاه حق السجين في التعليم موجود طبعا في أخبار خليج. ناشطة سفارة واحدة قبل المنوات كان أعتقد في أربعة أيام أو خمسة أيام كانت موضوع عن إصرار الطلبة إلى فرصة التعليم، عبرت عنه تعبير جميل، تعبير جميل على وهو أن الأطفال أو الأولاد أو الطلبة اللي في السجن يطوفهم الزمن، يعني يمشي عليهم السنة يستوون وراء الزمن، لأن هذا حق التعليم لا يفوت، يعني شيء جميل جدا جدا، ظاهر أن في يعني في ممارسة هذه يعني منصور مني يتعامل بها. في الختام نشكر القائمين على الفعالية، اللهم فرج عن أسرانا وارحم شهدائنا الأبرار، وصلى الله وسلم على عاجل من عندك يا رب العالمين، وصلي يا رب.